tell your side. Hey, came out the well, crack on the bell. Live what I talk, I don't do what you say. You ain't been where I fell. Let the people talk, they don't know enough. Let my people spark, they don't own enough. I be speaking dark, see me blowing up. I just live what I tell, cause I came out the well, rang on the bell. But my heart, I got weight on my heart, I got weight on the scale. Let the people talk, they don't own enough. Let my people spark. البرتغال في مهمة صعبة اليوم بعد أن تمكن من بلوغ ربع النهائي بطولة القارة. عليها أن يواصل المشوار السير نحو نصف النهائي. ليس بالأمر السهل بالتأكيد الحصول على نتيجة جيدة اليوم أمام خصم ومنافس صعب جدا وضغوطات كبيرة تحيط بهذه المباراة. ولكن من يريد تحقيق المجد عليه أن يتعامل مع مثل هذه اللحظات، عليه أن يعرف كيف يتغلب على الصعوبات، وعليه أن يعرف كيف يخرج منتصرا في مثل هذه المباريات. هذه فرصة سددها بشكل رائع لكنها لم تدخل المرمى، كان قريب من التسجيل هنا. عليه أن يركز من تسديداته في المرات القادمة. يبعدونها، أصبحت خطيرة. ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. البرتغال وركنية أولى في اللقاء. يبعد الخطورة هنا، كرة خطيرة الآن. الله المه والفرصة، ينجح في إبعادها عن مناطق الخطورة. إمكانية تسديد الآن، خطيرة جدا. ركنية رقم 2 بالنسبة لهم مقابل ولا ركنية في الجهة الأخرى. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. الآن فرصة لهجوم معاكس. هذه هي كرة القدم. سيمونز، الكرة ملعوبة من مسافة. كريستيانو رونالدو أكي يحاول إبعاد الكرة. سهولة في نقل الكرة بين اللاعبين. مساحة كبيرة يمكن يسجل. المتابعة موجودة. هدف برتغالي. مسكين بصراحة حارس المرمى في هذه اللقطة، تألق في الأولى لكن لا يمكن أن يستمر في الدفاع عن مرمى بمفرده. قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. البرتغال سجل الهدف الافتتاحي المهم جدا في المباراة. يا إلهي على المرور. يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. هدف مقابل لا شيء الآن.
برناردو سيلفا، برناردو سيلفا يخترق من جهة اليمين، كريستيانو رونالدو أنقذ مرماه وحارس المرمى أيضا في هذه الكرة. بلوك ممتاز، دفاع قوي. تسديدة أخرى، الركنية الثالثة لهم في اللقاء، والخصم بدون ركنيات حتى الآن. يلعبون ركنية قصيرة، خطيرة على المرمى، يخلص، يجرب حبة بالتسديد، بعيدة تماما عن المرمى. الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي. دومفريس، فيتينها، سيمونز، هولندا، وإمكانية الهجمة المرتدة. سيمونز يحاول اختراق الدفاع بمهارة العالية بإمكانيات الهائلة. ديوغو دالوت، يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. بعد شوط أول نستطيع أن نقول أن هذه المباراة لم تكشف كامل أسرارها بعد، ما زال هناك الكثير في هذه المواجهة. نتيجة 1-0 غير حاسمة بكل تأكيد. نتيجة لا تعبر عن مجريات الشوط الأول، كان هناك سيطرة واضحة تماما، تفوق كبير بأتبع الكلمة، لكن الفرص لم تستغل، وبالتالي فإن النتيجة بقيت على 1-0. البرتغال عند الأفضلية 1-0 في الشوط الأول. الإثارة تتواصل بعودة اللاعبين من استراحة ما بين الشوطين. البرتغال يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. برناردو سيلفا، الله، ما أروع هذا المرور، هذه المهارة العالية، هذه فرصة جول. حتى الآن نتيجة هدف مقابل لا شيء. ينجح الدفاع في إبعادها. كريستيانو رونالدو، دومفريس، مهم جدا ان تلعب كرة هجومية، لكن مهم ايضا ان تحافظ على التقدم في النتيجة. مدرب يشوف الطريقة الأمثل لذلك هي الهجوم. كرة ممتازة، هل يضعها في المرمى؟ الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى، كانت محاولة جيدة على المرمى. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. عرضية من نونو مينديز، تمريرة إلى الأمام بعيدة جدا، لن تصل هذه الكرة. يصوب كرة، هولندا عليهم أن يتحركوا بسرعة أكبر في الملعب حتى يشكلوا خطورة حقيقية على المنافس. غونزالو راموس، مرت الكرة بشكل جميل، أكيد يحاولون قتل المباراة والخصم بتعزيز التقدم. نشوف الفرصة، substitution،
Substitution for Portugal. Number four. البرتغال مع رابع ركنية في المباراة. Number 27. Number 11. Number 30. ممتازة وقطع للكرة. الإمكانية الآن. الله على الكرة في المرمى. روعة. واحتفال جميل ومشاعر طاغية. يا لجنون كرة القدم. لا يمكن أن يضيع مثل هذه الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. النتيجة 2-0. كوب مينرز، كرة من جهة اليمين، بيب إلى أين هذه التمريرة؟ فريمبونغ، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، تمكن من المرور، ضربة الزاوية في الثواني الأخيرة، ماذا ستحمل معها؟ ركنية قصيرة، يتدخل بنجاح يحصل على الكرة. البرتغال ومحاولة مع المرتدة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. جواو فيليكس، انتهت المباراة. البرتغال حجز مكانه بين الأربعة الكبار في نصف النهائي، والآن سيكون هناك تركيز على الفريق في الخطوة المقبلة. البرتغال يستحق الإشادة على ما قدمه في مباراة اليوم. بالتأكيد الفوز يعزز الثقة أكثر ويؤكد أن الفريق قادر على تقديم مباريات كبيرة والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية. تشرفت بصحبتكم أحبائي المشاهدين، لتصحبكم السلامة، نتمنى لكم مزيد من المتعة في هذه المباريات وهذه اللعبة الجميلة. And a quick reminder today everybody to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you.